انا الحقيقه كنت عايز اتكلم في هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا. حسام عاشور ورامي ربيعه، حسام عاشور الاثنين سواء حسام او رامي ربيعه، برضو عشان الناس اللي مش عارف ماذا حدث في مباراه، في المباراه الاخيره في مباراه سان داونز اللي حصل الصبح. في ناس كتير قالت اصل ده خناقه ومسكوا في بعض وكلام طبعا اللي حضراتكم بتسمعوه ده. انا بقول لحضراتكم الحقيقه كامله، الحقيقه كامله ان حسام عاشور حس بوجع في الضمه شويه، وبالتالي طلب منه مستر مارتن لاسارتي ان هو يعمل تشيك على رجله قبل الغداء. قبل الغداء حسام نزل معاه مدرب الاحمال والدكتور خالد، والدكتور خالد قال له لا انت هتبقى بره مباراه سان داونز اللي كانت اللي فاتت، عشان برضو الناس قالت ايه اصل دول اتخانقوا ومش عارف ايه والكلام ده كله. الحاجه الثانيه بالنسبه، وبالتالي هو قرار طبيب، قرار دكتور. طيب ده بالنسبة لحسام عاشور. بالنسبة لرامي ربيعة، بالنسبة لرامي ربيعة قعد معاه مارتن لاسارتي الساعة 10 صباحا، اتكلم معاه في انه يعني رامي ده واحد من اهم الاعمدة اللي موجودة واللي هنستخدمها كتير خلال الفترة اللي جاية، ولكن المباراة دي صعبة وانت لسه راجع من اصابة، لعبت المباراة اللي فاتت وبالتالي محتاج ان انت تريح في المباراة دي وهتبقى موجود في المباريات القادمة. الكابتن رامي ربيعة تقبل الموضوع تماما وقال له انا طبعا نفسي العب ونفسي ابقى موجود واعمل واعمل واعمل، ولكن في النهاية قرار الجهاز الفني. انا بس نسيت اقول لحضراتكم هذا الموضوع في بدايه كلامي عن هذه المباراه، وبالتالي برضو عشان في كلام كتير جدا اتنطور عن حسام عاشور ورامي ربيعه. كابتن ماهر برضو عايز اعرف رأيك.